السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم متابعين كرام متابعي قناه من اخر خلاصه، معكم محمد نور الدين. موعد مباراه نادي الشرطه امام نادي الزوراء، مباراه قادمه في الجوله 36 من الدوري العراقي باذن الله تعالى يوم السبت 18/6/2022. متابعين الكرام، المباراه باذن الله تعالى هيكون معاده الساعه 8:30 مساء بتوقيت مكه، بتوقيت العراق، توقيت العراق ومكه المكرمه، السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 5:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة ناقلة المباراة ومتابعين الكرام، قناة العراقية الرياضية والمعلق رعد ناهي. ملعب المباراة ملعب الشعب الدولي، الجولة 36 من الدوري العراقي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لدعم لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.